في أجمل مكان تركيا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. فريق الزبالين الغنائي هو مجموعة من الشباب المصريين يعزفون على أدوات من مخلفات القمامة في مبادرة لنشر الوعي بتدوير المخلفات. دعونا نتابع. علشان نفسك وبلدك خليك نظيف، كلمات وألحان مختلفة، والأهم هو الآلات الموسيقية التي تستخدمها تلك الفرقة. كان في يوم البيئة العالمي، فقال لي ما تيجي تلعب لنا على شوية زبالة عشان بنعمل إعادة تدوير في الجامعة عندنا، عشان الناس تبتدي عارفة يعني على إعادة التدوير وكده. فريق الزبالين الغنائي، هكذا اصطلح أصدقاء عناصر الفريق على تسميتهم، ومرجعهم في التسمية هو عزفهم على أدوات من المخلفات والقمامة، حيث يبحثون فيها عن الخشب والمعادن والبلاستيك ويجمعونها ويعزفون عليها مقطوعاتهم وأغنياتهم. الناس انتقدت اسم الزبالين، بس احنا صممنا احنا نكمل عليه، ان احنا يعني الزبالين بيلعبوا دور كبير في حياتنا يعني، فمفيش مشكلة ان احنا نسمي باند الزبالين. الفريق الغنائي الصغير أخذ على عاتقه نشر الوعي بسلوكيات النظافة وأهمية تدوير المخلفات في عاصمة تواجه الكثير من شوارعها مشكلة تكدس القمامة وغياب التنسيق بين الجهات المسؤولة حول جمع وإعادة تدوير المخلفات. وبحسب الإحصائيات فإن القاهرة تنتج يوميا نحو 20,000 طن من القمامة. أكثر من 60% من هذه المخلفات لا يجد عمليات منظمة لجمعه وإعادة تدويره. ولحين حل مشكلة مصانع تدوير القمامة، يسعى فريق الزبالين الذي انتشرت أغنياته على مواقع الإنترنت إلى نشر فكرة تشجيع الطلبة على تدوير المخلفات في الجامعات والمدارس. احنا عندنا زبالة كتير مش عارفين نعمل فيها ايه، على الأقل هما بيشجعوا الناس ان هما يعني يطلعوا الزبالة الحاجات دي، بان هما بيعملوا حاجة مفيدة من الزبالة اللي موجودة. وبأدوات القمامة قد تكون حماية البيئة وقضية إعادة تدوير المخلفات هذه المرة قضية مسموعة لدى الجمهور. إنجيل قاضي، العربية. مشاهدينا نتوقف الآن مع فاصل قصير، بعده نتابع. رحلات الصحراء تحتاج إلى الكثير من التجهيز والتحضير، نتعرف بعد قليل على أبرز وأحدث الأدوات المستخدمة في هذا المجال. بالآونة الأخيرة صار العمل الصحفي خطر، وهاي المخاطرة إجت علي بشكل مركز يعني. سيبا مراسل عربية في العراق جواد كاظمي. وصلت إلى الموت يعني بسبب الصحافة، بسبب عملي كصحفي. إنه تكون أمين في نقل الخبر، أمين في حمل هذه الرسالة. أتمنى إنه أرجع لآخر مكان سقطت فيه في بغداد، ومن هناك أنطلق مرة أخرى كمراسل ميداني. أنت راح تكون عين المشاهد في مكان الحدث. نشرة الأخبار من العربية، أهلا بكم. إغلاق السوق الكويتي من الأحد إلى الخميس 12:30 على شاشة العربية. أهلا بكم من جديد. الآن ينضم إلينا في الاستوديو عبد الرحمن بن حمد أسنيدي، مبتكر ومطور أدوات خاصة لرحلات الصحراء. صباح الخير سيد عبد الرحمن. أهلا فيك في صباح العربية. مرحبا. يعني أنت ابتكرت وطورت أدوات خاصة للصحراء، قبل ما نفوت بهالتفاصيل، شو هي الأدوات الأساسية والرئيسية اللي يجب أنه تتوفر للشخص اللي حابب يطلع برحلة صحراوية؟ طبعا من أهم القطع اللي هي الخيمة والفراش النوم، وفي أدوات زي أدوات الطبخ اللي هي الشاهي والقهوة وأدوات الطهي، هذول من الأساسيات. وهناك بعض القطع الفرعية وبعض الأصناف تستفاد منها أثناء السفر، من بين التنقل بين المدن، بحيث أن السعودية مسافات شاسعة والناس عندنا يحبوا
انهم يطهوا بانفسهم بالسفر خلال رحلات الرحلات. نعم. زي خلينا ندخل بالتفصيل بهاي الاشياء الاساسيه اللي ذكرتها، مثلا الخيمه ومعدات النوم، شو المواصفات الرئيسيه اللي لازم انها تتوفر حتى تكون صالحه يعني؟ طبعا قبل ما ندخل بهذا الموضوع، المنتجات الغربيه والاوروبيه لهم باع كبير بالمجال هذا قبلنا بمئة سنة تقريبا، ولكن معدات الصحراء لم يخوضها أي شركة أجنبية. وهناك يعني نبع احتياج خاص لأهل المنطقة وبالذات السعودية، فقامت شركة سنيدي بتطوير هذه المنتجات، وتعاوننا مع عدة مخترعين أو نأخذ أفكار من الجمهور ثم نطورها فتكون بشكل جيد، وبدأت تتلائم مع عادات وتقاليد مجتمعاتنا العربية. مثلا ولنقل بأدوات الطهي أو السواتر، الدول الغربية يهتموا بالباربيكيو والشيوة، احنا بطريقتنا نطهي بالكبسة. هذه تحتاج معدات معينة، من ضمنها مثلا الساتر او ما يسمى بالرواق. هذا شو بيكون؟ بيكون هذا يحجز الهواء لما يكون الواحد جالس بالصحراء وبالبر، خوفا من الرمل انه يجي من الرياح ومن البرد ومن هذه من ضمن المعدات. ومن ضمن اهم حاجه بالمعده ان تكون تستخدم لاكثر من غرض. فمثلا من ضمن القطع، هي القطع عندنا كثيرة تتجاوز 2000 أو 3000 صنف، تستخدم قطعة واحدة لخمس أغراض. مثلا تستخدم كمخدة للنوم أو كرسي للجلوس أو كرسي للظهر بحكم عاداتنا وتقاليدنا نجلس على الأرض، وكذلك تستخدم ككرسي للنار، وتستخدم كذلك مركة. خمس قطع في واحدة. نعم. حلو. طب سهولة يعني تنقيل هذه القطع هالأيام أسهل من قبل؟ طبعا أهم العناصر المطلوبة بالقطعة أن تكون قوية وتتحمل. اثنين، يجب أن تكون خفيفة الوزن. ثلاثة، أنه ممكن يستفيد منها الشخص بأكثر من غرض. من غرضين وأكثر، هيك بيخفف من عدد القطع. يخفف من عدد القطع. كذلك تم تطوير منتج سيارة، هذا عم نشوفها. نعم. هذه السيارة طبعا طورناها بحيث أن تكون كل ما يحتاجه اللي طالع للبر، احنا نسميها بلهجتنا الدارجة اللي هي الكشتة. كشتة بالسعودية تسمى الكشتة. فيها مستوعب للماء وللبنزين بحيث حكم صحاري بالسعودية شاسعة جدا. وتضاريس مختلفة، فيها المستوعب البنزين، وفيها جميع احتياجات الخيمة والفرش ومثلا ستلايت. إنها كبيرة كفاية تستوعب كل هالأشياء هاي ولا في لها أماكن معينة؟ في أدرج وضعت بطريقة معينة بحيث أنها تتلائم مع السيارة. بنفس الوقت ممكن هذه تتركب على تتفصل على جميع السيارات البيك أب، وممكن تتركب وتزال بأربعة مسامير لا تؤثر على السيارة. إذا لما الواحد يحتاجها أو بينقلها إلى السيارة نفسها. طب من ضمن الأشياء ربما الخاصة بالصحراء خصوصا الصحراء العربية، بأنه أكيد يعني شديدة الحرارة بالنهار وباردة جدا في الليل، فكيف يعني أيضا عدلتوا هاي المعدات سواء كانت من الخيمة، الفرشة، السيارة، أنها تتحمل اختلاف الطقس والفرق الشاسع ما بين درجات الحرارة؟ زي ما ذكرت سابقا أنه المعدات الغربية تتلائم مع أجواءهم، ولكن أجواءنا الصحراوية ما في، لم تخوض أي شركة بتطوير المنتجات، فطورنا منتجات تتلائم مع الظروف القاسية من غبار. بعض المعدات تتأثر بالغبار أو الرياح الشديدة. يعني الخيمة في لها عازل حرارة مثلا حتى تقي من حرارة النهار ومن برد الليل؟ اللي على السيارة نعم فيها، ولكن الخيمة لا، بحيث انه نذكر على سبيل الذكر مثلا عندنا بالسعوديه الواحد ممكن تلقوه منصب رفيع او يسكن القصور، مع ذلك يطلع للصحراء للعذاب لكن يتلذذ فيه. ولما تتحسن الاجواء بالسعوديه وتهطل الامطار،
تحصل انه فيه هروب من المدن للصحراء، فهناك حب شديد للصحراء، والسعودية أجواءها جيدة بالشتاء وفيها تضاريس، فيها الكثبان الرملية، فيها الجبال، فيها الهضاب، فيها متسع كبير للصحراء. طب قديش أيضا مهم وبنفس الوقت شو هي الأشياء اللي لازم يأخذوها من حيث الحفاظ على الصحة والسلامة، مثلا لا سمح الله أن صار في حريق أو تعرض إلى مثلا لدغات تعرف يعني؟ طبعا فيها قطع سحب السم مثلا، في قطع للحماية من الحاجات هذه متوفرة يعني مع الأشياء اللي لازم يأخذها معه. طبعا احنا موفرين بصلاتنا بالعرض بالسعودية صلاة كبيرة جدا فيها معدات كثيرة من ضمنها أدوات السلامة الصحراء. هل هناك أيضا أجهزة اتصال؟ يعني ربما في مناطق بتكون مقطوعة في الصحراء ما فيش، مش زي ما تقول شو بيقولوا الريسبشن يعني تبع التليفون ما بيوصلها الاستقبال تبع التليفون. جهاز يسمى ثريا هذا للاتصال عن طريق الأقمار الصناعية بأي جزء من العالم. وهذا جزء برضو من الخدمات اللي بتقدمها موجودة متوفر بالشركة. طب بخصوص قيادة السيارة الآن جوا الصحراء، يعني بتقدموا نصائح للأشخاص اللي حتى ماخذين كل هاي الأدوات والمعدات اللي حكيتها، سواء على صعيد مثلا تخفيف الهواء داخل الإطارات؟ طبعا عندنا بالذات في السعودية أي شخص يطلع للصحراء خبير جدا والشخص اللي يطلع بالصحراء هو اللي ساعدنا بتطوير المنتجات. فالمنتجات جزء من التطوير جاي من المستهلك نفسه، يعني على السليقة بالسعودية بيطلع السعودي خبير بهالمسائل، خبير بالصحراء وتجده يجيد الطبخ ويكون برضو أزين من الستات بالطهي ممتاز. شيف شاطر يعني. شكرا جزيلا لك عبد الرحمن بن حمد سنيدي، مبتكر ومطور أدوات خاصة لرحلات الصحراء. شكرا. يا هلا مرحبا. شكرا. مشاهدينا الآن إلى تحديث أرقام أسواق الخليج إلى زميلتنا فاطمة مرة أخرى. تفضلي يا فاطمة. شكرا لكم. مشاهدينا اهلا بكم مجددا. بعد الصوره مختلفه الان، دبي بعد فعلا سلسله من الارتفاعات لجلسات متتاليه يرتاح بعض الشيء، نتحدث عن حركه افقيه الان، لا زال مستوى المؤشر فوق ال 1715 نقطه، ولكن بعد عمليات جني ارباح مسموحه بعد رالي كان شهدته معظم الاسهم العقاريه وايضا المصرفيه مؤخرا. ابو ظبي يضيف حوالي نقطتين تقريبا مسقط دعم قوي نراه من القطاع المصرفي باخر اسبوع لهذا الربع، بالطبع نتطلع لسماع نتائج البنوك بالدرجه الاولى سواء تحدث عن مسقط أو سعودية أو حتى قطر ودبي وأبو ظبي. الكويت يتراجع بحوالي 17 نقطة تقريبا. ثلاث أسهم في سوق دبي لا زالت تخالف مسار السوق وترتفع بشكل جيد. دبي الإسلامي على رأس هذه اللائحة بعد سماعنا يوم أمس أن البنك رفع حصته في تمويل إلى 57.3%، وفعلا أنه عملية الدمج ما بين تمويل وأملاك صارت خارج الصورة. أراميكس يضيف حوالي 4.14 بعد ما كان أداؤه متواضع يوم أمس. العربية للطيران تضيف حوالي نص نقطة مئوية تقريبا. إعمار عند 3.85 يتراجع بفلسين تقريبا. أرابتك يبقى هو السهم الأنشط بالسوق. لاحظوا الفارق ما بين أرابتك وإعمار خلال هذه الجلسة، 11 مليون سهم تم تنفيذه على أرابتك بينما حوالي 4.9 مليون سهم فقط على سهم إعمار. أرابتك يرتفع ب 6.15 نقطة مئوية بعد أرباح قوية كانت سجلها يوم أمس فاقت 6%. أسهم خاسرة من بينها شعاع، بيت التمويل الخليجي أيضا على هذه اللائحة، وخليجي للاستثمار يتصدر قائمة الأكثر تراجعا. أبو ظبي بطبع نازلنا نراقب القطاع العقاري وأيضا المصارف بعد أداء جيد جدا لأبو ظبي التجاري خلال جلسة يوم أمس. أبو ظبي يضيف حوالي نقطتين تقريبا. تبقى الحركة أهدأ اليوم مركزة بالدرجة الأولى على سهم دانا غاز الذي يضيف حوالي فلس تقريبا. الدار يتراجع ب 18 والصروح أيضا خسائر ب 1%. نذكر أن هذين السهمين كانوا يسجلان ارتفاعات قوية لجلسات متتالية. أغذية على رأس هذه القائمة سيراميك رأس الخيمة أيضا في اللائحة الرابحة. ماذا عن باقي الأسواق؟ مسقط يضيف حوالي 26 نقطة دعم أساسي نراها من قطاع المصارف صباح هذا اليوم. لاحظوا ارتفاعات على كل من الأهلي والدولي. صحار أيضا يضيف حوالي 1.13. مسقط يعكس الاتجاه الآن كان افتتح الجلسة على بعض الارتفاعات. ماذا عن الأسهم الخاسرة؟ جلفال الهندسة بعد ارتفاعات قوية كانت على خلفية كل هذه العقود التي فازت بها الشركة منذ بداية العام. آخر صفقة أو آخر عقد كان بقيمة 35 مليون
مليون ريال، وكان دفع فعلا حركة السهم إيجابا وارتفاعا. اليوم نرى عليه بعض التراجعات، يضاف إليه استحالة الطاقة أيضا يخسر حوالي 17 نقطة المئوية. سوق الكويت 6800 نقطة، أيضا حركة سلبية نراها على بعض الأسهم المصرفية. نراقب إيكاروس، السهم يضيف حوالي 1.5 نقطة مئوية. كان تم هناك توضيح من قبل الشركة عن بعض الأخبار التي تناولتها الصحف المحلية. الخبر كان يقول بالصحف أنه فعلا هناك مفاوضات للحصول على تمويلات جديدة من البنك الوطني الكويتي. التوضيح يقول أنه فعلا لم تجري هذه المفاوضات مع الوطني، ولكن هناك الشركة تسعى بالطبع للحصول على تمويلات جديدة من عدة بنوك سواء محلية أو عالمية. وأيضا هناك مفاوضات قائمة للنظر إلى بعض القروض القائمة لدى شركة إيكاروس. السهم كما ذكرنا يرتفع بشكل جيد، ولكن الضغط يأتي لا زال مستمر من الأسهم المصرفية. برقان يقلص خسائر صباح هذا اليوم، يعود إلى ثبات بعد تراجعات قوية فاقت 5%. مشاهدينا لدينا عودة بعد قليل لتحديث كل هذه الأرقام. عودة الآن إلى صباح العربية وختامها مع محمد وراوية. شكرا لك يا فاطمة. وصلنا إلى ختام صباح العربية لهذا اليوم، نذكركم بكل الموضوعات التي عرضنا لها. جمعية خيرية سعودية تقدم حلا للإقلاع عن التدخين بست خطوات، فهل تنجح في بلد يحتضن 6 ملايين مدخن؟ لندن تاكسي لم تعد حكرا على العاصمة البريطانية، وهذه السيارات السوداء العريقة أصبحت تختال أيضا في شوارع بيروت. الزبالين، فريق غنائي مؤلف من شبان مصريين يعزفون على مخلفات القمامة لدواية المجتمع على ضرورة تدوير المخلفات. رحلة الصحراء تحتاج إلى الكثير من التجهيز والتحضير، تعرفنا على أبرز وأحدث الأدوات المستخدمة في هذا المجال. ومن عالم الديكور، تعرفنا على كراسي مزينة بصور المشاهير تضفي رونقا خاصا على منازلكم. التهاب العضلات أو ضمور العضلات مرض يصيب الفئة العمرية المختلفة، أسبابه وطرق علاجه كانت معنا في فقرتنا الطبية لهذا اليوم مع الدكتور وليد باكلا من مستشفى فيصل تخصصي. من سوريا، الفنانة التونسية درصاف الحمداني تغني التراث التونسي في دار الأوبرا في دمشق. دائما للتواصل معنا عنواننا صباح العربية دوت نت، وغدا يتجدد اللقاء. تابعونا في الغد مشاهدينا في حلقة جديدة من صباح العربية. الآن نودعكم ونترككم مع فرقة الزبالين الموسيقية التي تروج لتدوير المخلفات في مصر. إلى اللقاء.